أنخت تحت رحاب الباب آمالي، رميت ثم عصا سعي وترحالي، وقفت بالباب لا زاد ولا عمل، أنا الذليل أضرت في أغلالي، وهو الرحيم ولي في ظل رحمته، فيء يظلل من حر ومن صالي، أتيت يثقلني ذنبي أعالجه، يا رب حط خطيئاتي وأحمالي. قطعت يا رب درب العمر في سرف، أرجو نداك على ما كان من حالي. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. قال أبو عثمان: علامة الشوق حب الموت مع الراحة والعافية، كحال يوسف لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما أدخل السجن لم يقل توفني، ولما تم له الأمر والأمن والنعمة قال توفني مسلمة، شوقا إلى الله عز وجل والدار الآخرة. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وعندما سئل زنون المصري: متى أشتاق إلى ربي؟ قال: إذا جعلت الآخرة لك قرارا ولم تسمي لك الدنيا مسكنا. وده عموما وصف لحال المشتاقين في رحلة السير إلى الله عز وجل، عارفين إن الدنيا مش هي دار البقاء، فتعلقت قلوبهم بدار البقاء الحقيقي وهي الجنة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، والعياذ بالله. فأعد عدة اللقاء، لقاء المشتاقين لرب العالمين. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال ربي سبحانه وبحمده في وصف هؤلاء المشتاقين لرب العالمين: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولي الألباب. فكانت حياتهم وحالهم مع ربنا سبحانه وتعالى في رحلة السير إليه بين الرغبة والرهبة، كما قال ربي سبحانه وبحمده: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين. فزهدوا في الدنيا واستوحشوا منها، وكان الله عز وجل أنيسهم. قيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده: ألا تستوحش؟ فقال: ويستوحش مع الله أحد؟ فقال آخر: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني؟ كان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. وكان أبو سليمان يدعو فيقول: لا آنسني الله إلا به أبدا. وقيل لأحد العباد: كيف وصلت إليه؟ قال: ما وصلت حتى عملت ستة أشياء: أمت ما كان حيا وهو النفس، وأحييت ما كان ميتا وهو القلب، وشاهدت ما كان غائبا وهي الآخرة، وغيبت ما كان شاهدا وهي الدنيا، وأبقيت ما كان فانيا وهو المراد، وأفنيت ما كان باقيا وهو الهوى، واستوحشت مما تستأنسون، وأنست مما تستوحشون. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان يقول رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الدنيا، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح إنك ولي ذلك والقادر عليه، وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لله تشتاق أرواح متيمة، لا أبعد الله هذا الشوق عن بالي. لله كل صفات
صفات الحمد كاملة، هو المنزه عن نقص وإخلال. لله تشتاق أرواح متيمة، لا أبعد الله هذا الشوق عنه.